السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قال لي وايد سلام إذا ما أنتي نمال والبقدم كاك جوكتين وابلاشي نحبي أصحابي ما شاء الله تبارك الله نبضاكو أفرنا نقا إذا كما أفرتين الحمد لله إنت أفرتي أفر وناكس إنت أفرنا يا نبضاكو أفر إذن لي أصحابي قعنتي إذن وإذن كقرص ذي بكوس قفكم ركو أرك مر والواكن حامو هوس أنجلي قعنتني إلهي عافية إن شاء الله. أصحابتي إذا قال لي فيديو جي جمان تحاربة وحير فيديو حا أرك هاد دو أن داوضي عربة أن إن فكرة ديد أن كديبتو فيديو أو صوص مي ولا الكينا أما شق بتبادو تشانل أرك فيديو أو كهاد لايو قبر ولا شينا كوين حبسة أو أسوق كهاد لايو هرت أصحابي قفك ولا الكاجا هدي وحلو الشيء أنا حال هاد لهاد walaalkeena badbaada channel waxaan leeyahay walaalo hadda qofka walaalka wax aad u sheegaysid yaani gabadhaas walaasheena arta ina waanisid ama wax u sheegtid ama wax ay sameeyaan sadex xun ay kula yihiin kulay qofka walaalka waxa fiican markii loo nasteexaynaayo si fiican in loogu nasteexiyo because qofka markii wax loo sheegay si deganaasho si maashaallah islaanimada iyo ما دام الدين تأدي حوجا ما شاء الله فهن سنت هاي وحافي عن سي يعني وناكسن قف قح وشيتت ما شاء الله حار وين عن كده هالشيء بتبادو فيديو وصوت دبي أنا هرت مئلة مئلة الصحنة because أسيا دول الصحنة أنا مئلة الصحنة محاوي أنا أو أركي إنه الصحنة فيديو جاس قبل داس سدو أسي ولا حضلي سدو أسي ده هايو يو مركو ده هاي وحاف كوشيغا وأكون استحينا مال مصلي جلعين لبضاس أصحابي ما فهمتين وحافي أنات ما أنت ولا كأن الشيك بتبادو أما بتبادو تشانل هدو ليه لا حتى جوات ده لمبر كذا دور هذه إن كيس مو وينا بكوس كينيا لسلي جوجا كوين حبس أنا قفل وينا ما ها لمبر كذا أما دي الراديو وحافي أنات إنه جد أو وعاء أما وص أبك كل هذلو أما تلفهم كذا كوعاء صدق دقناشة ولا تنما إنه واني ولا شيء سكي رواية قبل داس ولا شيء سواية محل ده أسيمان تقبل ويلة دلتي وونا دلي ما شاء الله وونا لل وونا للنولي هاي حاس كي سواي قبل بس ما وحافي أنا صدق ناشا إنه وح وشيره فيديو قا أسي إنتو سوشيال ميديا وصفر استي ولا حبس كوين ولا أتنان موديل ولا رشك بوي قف أس دافي مجرته بكوس حول لي أسيد حبسة وانينا لكن ضد بدن وساقاته ماشي أصلا نشاك كذا مجرته ما فهمتي ماشي أصلاً شيء كذا كا مكاجرته هدي رنت لقى حضنه قبل ده ولا شيء هذا ربطه إنه وانسيت ما هي إنه سوشيال ميديا أسوأ فريستيت هذا نبل بركة سنة على وجرة بشر رمضان كا على وجرة قف كان عادي هاد فيديو كان عن صوته بتاع سوشيال ميديا أسوأ جلسي قلبي جي سوار ده وعدي قلبي هذا ما إلى علنين وحى كل شيء قدوه سوى وحى أشياء تين ماشي مكجران بيكوس حال لي هذا هاي أنت نمن أو عادي تيك توك كله بود بودس أما كله نكنيس ويا وده جورسدين ويلش وحال ليهاي قبل أسترون الربان علشان وح فهم أنا عادي ياكل ربع عمل أما أتنان ما ذلوا حقه كاني هدي الذهب يه موبايل أنا قدام وأرجني حبسكوين هرت قبل دائر وعادي عاد الدائر وقف كرت إلى وحول الشباب كتب بدل وجعله ما لديدنا لكن مرحلة ده جرت قفل بوقت جيس يه أخل جيس وقت أو عرفت محيدا هن سنة مراقة عنو بتاس هذا صح جور ويسام مرتي لكن الجبر آد ياد الدائر واي حبس كوين أما كوين حبس الجبر آد ياد الدائر واي ست ترتيبة إن قفت وحلا وش هذا وين في عن تاي إن كستو محل ده هاي ما أنت فيديو قام مركع أرك آد ياد وحناق بقص أنا عمل واي حبس الجبر واي أنا الجبر هاي ودرين من كرا قلبي كذا ما أنت أني هدي أنت اللي صفرست أو إبر اللي قدي قلبي مفينا أنا قف كاس قلبي مفينا أنا مايا وحكيت جعلان لإنه أنا الصوبة wuxuu inta ka sheegay ani inuu dhigti igu sheego waa jecelan lahay oo iyada waco oo dhahaa intuu inta ka sheegi lahay inuu iyada waco oo dhahaa baay saas ma ku fiicna saas dembo saas is astur iska jooji waxaan ma fiicno ina caadi qas ah u dhahay aan ka jecelan lahay ma ahan ina social media inta soo fariisid gabadhaan adi ninki hore ka masirinayo ninki hore nolol u sameystay iyo محل ده هاي وحصلنا ماشي ميالا قفكو ولا الكاع هدي وحلو شيء جايو ست ترتيبا دكناشة
دين تنستاح واي سيدا يا دبو قف كدا او نستاحين سر راحه اما ونحرس كجرت لوغو واخ لوغو شيغ اما لوغو نستاحا ما هان ان سوشيال ميديا سو فريستيد مانتا ادي ادا او خماي مركي اوغو هوريس وان كسو هادلا بدبانا شانل وحان اوغو سو هادلي اني وان كوغو خيرناي سبسكرايب اي تاهي مر ولبنا برنامجيدا وا داودا ادي ادا او خيسيناي لكن مانتا كوين حبسه فيديو اكسس ميسي والله ما جعلي سنبه مشيغاي ما فينا غبداس ولا شينا ina social media akso ananatit ama hada wanisit social media akso wanisit ma fiicna asxaabe hadii anana qaldanahay kulli hadalkeegan oo qaldanahay haliga raali noqdo laakiin ma jecelaysin soo u hadle badbaadan channel soo u hadle ma ila fiicna ani because anaga dhan gabdhaanahay gabdho waa dhalnay wayna la dhashteen ma jecelina ina inta qof soo firisto oo dhaasaana tahay saasa tahay saasa tahay maxal dhahay nina ajnabi ku dhigay dad badan ajir dad badan ajir social media ku jira oo nan inaag isqaba ama isku ku dhigdhigay ilaaha soo hadeeyaldan ilaaha u barna afar laatan sa wallahi waxaan aan ilaaha soo hadeeyo because dumar sidii sab awrway social media taa iman moogiye ina awrtaa oo adkan awriya waa ogna ayda sastay aan ku wada aan soo galna aan ku jirna hadaan soo galnaa si sharaf iyo nidaam ina aniga aan u jirna diyaar u nahay ilaahay waxa ka bareena inoo nafadnayn horta laakiin gabadhan walaashayna maanta awl shee waxaan leenahay badbaada channel inuu video raali gelin oo habskuwiin habsa ku raali gelinaya inuu soo duuba aan rajayna because qalbigeedu uu dhaawacay aad iyo aad ugu xumaatay videoga anaga dhana ka xumaanay ma fiicna inaan sas u gasho commentiga taa waan akhna waxyaaba lagu soo qoro waa u jeedna qofku walaashaada hadda gabadha walaashaada Soomaaliyeed waa gabar kaayir 100 jeer kaayir 100 jeer kaayir taa habskuwiin adi waxa dhawaysa hada 2 sano ama 3 sano ka weynahay adiga xabsi ku weyn ma sha Allah tabaarakallah wax weynayd waa loo jeeda because dalna waxa dhaa dhaforka ku taala xabsi ku weyn cunug yar waa gabar yar waa hadda u baad waxa dhig karta ilaaha soo hadii hadaab adi aa wax u sheegays ilaaha soo hadii waa dhig kan ayid kaliged ma gabdh badana tiktok budbuuda qaar ilmo soo dhalay maamoyna meesha budbuuday ma faante marka cunugtan ilaaha soo hadii um baad dhig karta ma ogeyo ina adi aa dhahdid haddana meesha dad kale aa keentid hadda maxaa dhawaysa xabsi ku weyn waana 100 qofna meesha waa ku soo magac dhaqaaday magacyadooda meesha ku jiro nolol farxad leh ee guur haday soo martay adeys falamaana oo lagu deysada ahaayeen aad dhahday fiidiyogaaga waa dhageystay way ahaayeen lamaana lagu deysto lagu deysto oo dad fiican ani hata waajaclay markay lamaana ahay idii walaalkeyga rashka boo iyo walaashi xabsi ku weyn maanta alafkooda dhamaaday dad badan asaase oo isjeclaa iswaay ma faanteen marka waxa jeclaan la qof walaalka hadaa wax u sheegaysid si nastaaxa in wax loogu sheego saasa ka fiican maxaal dhahay inaa taleefan u soo dirtid aad dhig karta abaayo saasi saas ma fiicno sumcadaada uma fiicno sharaftaada uma fiicno waalidiintaada uma fiicno walaalahaaga uma fiicno iska dhaaf adoo luuq soo gasho wallahi taasa ka fiicneed laakiin adiga hadda fiidiyowga aan soo duubtay aanan ma ila qurxana man ila fiicno gabadhan walaashaada qalbigeeda dhaawacday bil ramadaan aan lagu jiraa inaan raali gelin aan u soo dirtid aan ka codsana inaan gabadhan walaashaada afisa ka dalbatid oo aad dhahdid boole because aydana waan arkay maxaal dhahay iyadoo reaction ka soo bixisay oo jawaabtay bixinaysa waa dhageystay marka waxaan ku dhihi lahaa walaalkay gabadhan walaashaada waa ku dheeratay si ana inaba aadeen ugu dheeratay hadaan runta ku sheego qofka walaalka hadii wax loo sheegay saas waxaan loogu sheego maanta adiga qof diin fahmi ama diinta qana tahay gabarna waa dhashay weyn kula dhalatay ma jeclaan leen inuu nin meesha soo firisto sida aday hada xabsi ku weyn action ka ka bixisay in laga bixiyo ma jeclaan leen waxaan ku dhihi lahay walaalkayga iga raali noqo aydana walaashayna waxaan leenahay 104 ka raali noqo habso insha Allah billahi kariim waxaan ka codsanayna channelka badbaada inuu raali gelin kaaso bixiyo because waa kugu dheeraada runta hadaan sheego gabadhan walaashaada inaad sas aa ugu dheeraatid meesha ma ku jirto haddana waxa iga sii daran rashka boo nolol uu sameystay qof wal waqti uu leeyahay labada qof markay isfuraan ama ay kala tagaan ma aha hal mar inay isla guursadaan meesha ma ku jirto ama asib waa aroosay aroos ma ku jirto wallahi yani qof wal calafkiisa sugaa ma fahanteen qof walba calafkiisa sugaa habsan gabar yar waaye calafkeeda insha Allah billahi kariim uu soo socdaa uuna yani ilaaha oo gorta guursan doonta laakiin gabar yar waay qurux badan masha Allah tabaarakallah
waqtigeeda ku jirto ilaahaas u hadii aan dhihi karnaa moogiye xabsi kuyu maanta wax saas loogu dheeraado meesha ma yaalo asxaabteeda qaaliga inta xun inta qaldan boqolaale oo maamooyin ilmo soo dhalay oo hooyooyina tiktok boodbooday oo marka arta inay iyaga dhan soo qaawiyaan xabsi kuyin kaliya aad tiktokna ma boodboodo meelaha makana neekiso boqolaalaa ka neekiso marka waxaan dhihi lahaa walaalkeena badbaada channel gabadhan walaashaada xaalmarin iraali gelin aan kaaga baahana insha allah billahi kariim haddaa qof aa usnastaxaynays ama aa wax u sheegaysidna dariiqadan camal ma aha si deganaasho ah si oo maxaa la dhahay zaynaas aa qofka wax loogu sheegaa si qurux badan aa qofka wax loogu sheegaa ani maanta qof aan ka saayo haddii wax qaldan aan ku arko aan lambarkiis aan raadi aan tartiib wax u sheegaa hadduu iyeel waaymo khalaas faraha ka qaada qofka adi ma dhalin ma ogtahay deganaashaa waxa loogu sheegaa qofka marka fiidiyoga inaan ku dheeraado ma rabi waa u adkaysan waaye miskiinta hadalada aa kusoo tilmaamtay because xoogaa anaga dhan dumaraanahay waan ka xumaaday marka insha allah bidlahi kariim asxaabta hadaladeeda haddaa qalad u fahanteen haa laiga raali noqdo insha allah bidlahi kariim fiidiyoga inaan ku dheeraado ma rabo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qof walaalkaa tartiiba wax loogu sheegaa insha allah